تبارك الله. سائل يقول: قلت لولدي علي الطلاق من ظهر أمك أنك ما تسوق السيارة وأريد أن أكفر عن ذلك. هذا طلاق معلق، هذا طلاق معلق على قيادة السيارة، إذا قادها تطلق وإذا لم يقودها لا تطلق. وقد يكون قصدك منعه منها، فيكون هذا يجري مجرى اليمين تحله الكفارة، فعليك أن تسأل القاضي حولك، تذهب إليه وتسأله عن ذلك. نعم.